وبالتالي هذه الإحصائيات العالمية التي أثرت خاصة على الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر من أكبر المستوردين للطاقة الغازية دفع بأوروبا خاصة ألمانيا، أين زار نائب المستشار الألماني روبرت هايباك إلى الجزائر والتقى بالرئيس عبد المجيد تبون، وصرح بأن بين الجزائر وألمانيا ستكون شراكة مهمة في إنتاج الطاقات البديلة خاصة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. هذه الطاقات المتجددة التي تتميز بأن نسبة الكربون فيها ضعيفة جدا، وبالتالي هي طاقات غير ملوثة، وإن كان الهيدروجين الأخضر يكلف 3 أضعاف ما ننتجه من الغاز، والأمونيا الخضراء هي مادة مهمة جدا تستخرج خاصة بالطاقات الرياح وبالطاقة الشمسية، وبالتالي الأمونيا اليوم بإمكانها أن تشغل السفينة أو البوارج الضخمة لنقل الغاز، يمكن أن نستعملها في السماد الفلاحي، ويمكن أن ننتج منها الكهرباء، وبالتالي هذه الطاقات المتجددة هي محل اهتمام الجزائر منذ زمن كبير جدا، ولديها مشروع مع إيطاليا عبر خط غالسي الذي يصل إلى الشمال الإيطالي ومنه إلى النمسا ثم ألمانيا، والذي سينقل الهيدروجين الأخضر، سينقل الأمونيا، سينقل الكهرباء والغاز. للتذكير، ألمانيا كانت مهتمة بمشروع مهم جدا، مشروع ديزرتاك في الجزائر. هذا المشروع الذي يعتمد على استخراج الكهرباء من الطاقة الشمسية.